دان بليزيريان صاحب 44 عاما، ولد في فلوريدا لأصول أرمانية. والده المستثمر الأمريكي بول بليزيريان والمتخصص في الاستحواذ على الشركات الكبرى، ليستغل دان ثروته ليتحول لصندوق استئماني متحرك. وشقيقه لاعب البوك الشهير آدم بليزيريان تتجاوز ثروة دان 200 مليون دولار أمريكي، والمعروف بعشقه للنساء ودائما ما يظهرن بجواره شبه عاريات. له ألقاب عديدة أبرزها عبقري القمار، ولقب بملك انستغرام بعدما نشط على المنصة الشهيرة. يهيمن البذخ على أسلوب حياته، إذ يمتلك أسطولا للسيارات الفارهة وطائرة رجال أعمال نفاثة خاصة، مولع بالأسلحة بشكل خاص الثقيل منها، إذ يمتلك أكثر من 100 قطعة سلاح في منزله. له تجارب في السينما الأمريكية، صاحب مبادئ هجومية أوصلته لقاعات المحاكم، ولكنه وصل إلى البيت الأبيض أيضا، وتجمعه صداقة قوية مع دونالد ترامب. حياة تملأها المغامرات والإثارة، فلا تفوت فرصة كشف الحقيقة حول دان بليزيريان. دان بليزيريان، النشأة في أحضان الرفاهية. رغم القصة الشهيرة عن مقتل نصف عائلته أثناء الحرب العالمية الأولى وإدانة والده بالاحتيال مما أدى إلى إفلاسه بعدما قضى عقوبة بالسجن ل13 شهرا ودفع غرامة مالية حوالي 1.5 مليون دولار، كان دان في سن 7 حينذاك. عاش لحظات صعبة بسبب تعرضه للتنمر من أصدقاء الدراسة، ولكنه قرر أن يثور عندما انضم لصالة الألعاب الرياضية في سن 15 ليكون صداقات جديدة، وقد نجح مخططه وتوقف التنمر بالفعل. وهنا يكشف دان ولعه باللعب بالفتيات ليبدأ في ممارسات العلاقة الحميمة مع فتيات المدرسة الثانوية. ورغم هذا، دان بليزيريان نشأ حياة مترفة بعدما ترك له والده أموالا ائتمانية في سن مبكرة، وهذا يظهر بقوة فيما ينشره الملياردير الأمريكي، إذ قدرت ثروة دان بليزيريان الصافية ب 200 مليون دولار. فشل دراسي وطرد من البحرية الأمريكية. أنهى دان بليزيريان دراسته الثانوية ليقرر الالتحاق بالمدرسة العسكرية. انضم دان إلى البحرية الأمريكية، ولكن هناك روايات عديدة حول فشله، أبرزها يتحدث عن انضمامه بالفعل ولكن ترك التدريب بسبب كسور في ساقه ومعاناته من نوبتين قلبيتين وانسداد رئوي. وتعول الرواية على الخدمة الطبية السريعة التي لولاها ما كان دان بليزيريان بيننا حتى الآن. والرواية الأكثر شيوعا واتفاقا مع شخصية دان تذهب إلى فصله من البحرية الأمريكية بفضيحة بعد ضبطه يتحرش بموظفة بالبحرية الأمريكية. القصة التي لطالما تكررت كثيرا في حياة دان الطبيعية، لينضم إلى جامعة فلوريدا بعد ترك البحرية لدراسة إدارة الأعمال وعلم الجريمة التي كانت بالنسبة له مرتعا للحفلات وممارسات العلاقات، ليتركها بعد عامين قبل أن يقرر احتراف البوكر. اتجاه بليزيريان لاحتراف البوكر والمقامرة. اعتاد دان لعب البوكر منذ الصغر رفقة شقيقه آدم والذي كان محترفا، ليقدم آدم شقيقه لاحتراف اللعبة. في سن 22 أصبح دان مدمنا للبوكر. يدعي دان أنه خسر كل أمواله في اللعب عبر الإنترنت، ليضطر إلى بيع بضعة بنادق واللعب لمدة 6 أيام ليربح 10,000 دولار ويطير إلى لاس فيغاس ليكثف تدريبه الاحترافي للعبة البوكر، إذ استطاع تحويل 750 دولارا إلى 187,000 دولار في لعبة واحدة عالية الرهان. احتل المركز 180 في الحدث الرئيس لبطولة العالم للبوكر لعام 2008، وربح ما يعادل 36,626 دولارا أمريكيا. في عام 2010 صنفت مجلة بلاف دان كواحد من أكثر لاعبي البوكر مرحا في العالم، ليدعي أنه ربح ذات مرة 10 ملايين دولار ويشتري قصرا فوق قمة جبل بعدها مباشرة، ليقامر في لعبة موليس جيم سيئة السمعة رفقة مشاهير أبرزهم بين أفليك وتوبر ماغواير،
ويزعم أنه حقق 50 مليون في عام 2014 من البوكر. ورغم المزاعم فلا شك أن دان أحد كبار اللعبة عالميا، ولكن تم حظر دان من دخول ملهى ليلي في ميامي بعد ركله للعارضة فانيسا كاستانو في وجهها، لتكون إحدى المرات التي وصل فيها دان إلى قاعة المحاكم بعد مقاضاته من قبل العارضة، ولم تكن الأخيرة، خاصة بعد تداول القصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. صعود جديد لعرش انستغرام. انستغرام كان بمثابة الوسيلة الأهم لتحقيق شهرة واسعة النطاق لدان بلازيريان بعد خطف دان الاهتمام بصور مثيرة للجدل، إذ ينشر صورا وهو محاط بنساء جميلات، وهناك لقطات لاستعراض أسلحته وإطلاق النيران وأسلوب حياة مليء بالبذخ في القصور واليخوت. ولنكن واضحين، هذا لاقى إعجاب رواد المنصة ليلقب دان بملك انستغرام في عام 2014. يمتلك حوالي 33 مليون متابع في حسابه على انستغرام، ويروج بعض متابعيه في ماليزيا شراء دان لمتابعين على انستغرام من ماليزيا ليوسع شهرته على المنصة الشهيرة، ولكن هذه الادعاءات لا يوجد ما يدعمها رغم تداولها في أكثر من دولة أخرى. ولكن من المؤكد أنه لا يحتاج للقيام بذلك الآن بعد أن أصبح أحد أشهر الأشخاص على انستغرام في ماليزيا وجميع أنحاء العالم. تجربة جديدة مع الفن في هوليوود. بدأ دان مسيرته التمثيلية بالظهور في بعض البرامج التلفزيونية، وكان محظوظا بما يكفي للتمثيل رفقة نجوم كبار، على رأسهم كان الممثل دينزل واشنطن، وكان أول ظهور سينمائي لدان في فيلم لون سيرفايفر في عام 2013، ليكن عاما سينمائيا بامتياز لدان بلازيريان لينضم للفيلم المتميز أولمبس هاز فالن، ثم ينطلق مجددا في فيلم الإثارة والأكشن رفقة ديزل واشنطن بفيلم ذا إيكولايزر، وينضم لفيلم الأكشن إكستراكشن عام 2015، وكان آخر ظهور سينمائي في فيلم وور دوغز، لتبدأ رحلة مع البرامج التلفزيونية، إذ ظهر في برنامج ريسك تاكرز رياليتي شو، مجددا يغير دان النشاط للإنتاج الفني بعدما قرر إنتاج مسلسل تلفزيوني يشارك فيه قصصا حقيقية من رحلة حياته في شكل الرسوم المتحركة عام 2017 يسمى بليتس ريال هوليوود ستوريس. علاقة بلازيريان بالبيت الأبيض. أنا لا أتفق دائما مع أفعاله أو كلماته، لكني أحب ما يقوله لأنه حقيقي وصادق. هكذا استهل بلازيريان ظهوره الأول سياسيا عندما أعلن عن دعمه الكامل لترامب في عام 2015، وشدد حينها أنه يفضل رؤية ترامب رئيسا على حساب هيلاري كلينتون حينذاك، وقام بنشر صورته على تويتر رفقة دونالد ترامب في خطوة لتأكيد تأييده لمرشحه الرئاسي المفضل، ليعود دان ويفاجئ العالم بقرار مثير للجدل في عام 2019، إذ يعلن نيته للترشح للرئاسة الأمريكية عام 2024. وبرد مثير عن مدى جدية ترشحه في عام 2024، يقول دان: نعم، أعتقد أن هذا سيكون وقتا كافيا لإنجاز عملي. ليتضح فيما بعد أنها كانت مجرد تناول للترند الخبري، ويعود دان بلازيريان لممارسة حياته المترفة. سقوط درامي بعد مهاجمة إسرائيل. يبدو أن دان بلازيريان لم يكتفي بالثروة ولا حتى الشهرة الواسعة في جميع أنحاء العالم، فبرغم الأموال الطائلة والشركات العملاقة لم يلبث دان إلا أن فجر صدمة جديدة من رحلة فشل إلى صعود إلى فشل، ومن الفشل الجامعي إلى احتراف البوكر، ومن سباق السيارات إلى البوكر مجددا، ومشروعات خيرية عبر مسابقات البوكر. يرى دان أن الإتجار في السلاح قانوني، إذ لابد للدول أن تعدل قوانين تجارة السلاح، ويمتلك بلازيريان أكثر من 100 قطعة سلاح، هذا بالإضافة لدبابة يستخدمها في تحطيم سياراته الفارهة لينشر تلك المقاطع عبر انستغرام، ويشتري طائرة نفاثة خاصة في 2014، طائرة جلوف ستريم JIV قيمتها 6 ملايين دولار. ولكن كل هذا لم يكن كافيا لملك الانستغرام ليطل علينا في بودكاست PBD ليهاجم السياسة الإسرائيلية ويصفها بالإرهابية، ويتحدث في حوار مطول على مدى العجرفة السياسية،
وليؤكد في حديثه أن العالم والشرق الأوسط سيكونان أفضل لو لم تكن إسرائيل موجودة. واختتم دان هذه المقابلة قائلا: المحتمل أن تؤدي هذه المقابلة إلى قتلي، قد تهاجمني الآن ولكنها الحقيقة. لتبدأ من بعد هذه المقابلة رحلة السقوط كسقوط حجر أصم ألقي على الأرض. ولكن هل يعود دان بليزريان لتصدر المشهد مجدداً؟